باسمة أبو سرحال شاهين والمخرج رودريغ نمنوم. ماذا في العناوين؟ لقاءات مرتقبة لرئيس الجمهورية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحريري يتصل بالجدعان تحضيراً لانعقاد اللجنة العليا السعودية اللبنانية. أبو فعور لإنقاذ الوضع الاقتصادي الصعب. يجب أن يتوفر عنصر النزاهة السياسية لدى كل القوى السياسية في التعامل بمنطق إصلاحي حقيقي. الشرطة اليونانية توقف الصحفي محمد صالح بتهمة المشاركة في اختطاف طائرة، وعائلته تتحدث عن تشابه في الأسماء. الجبير سنتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هجوم أرامكو. جميع الطائرات المسيرة إيرانية، ولذلك إيران تتحمل المسؤولية. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبيله بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. عناوين عدة برسم البحث المعمق في ضوء المشاورات التي جرت في الأيام الماضية والمرتقبة الأسبوع الطالع. فالملف اللبناني الذي حط لأيام في العاصمة الفرنسية ينتقل إلى نيويورك، حيث سيعقد رئيس الجمهورية سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت يواصل رئيس الحكومة اتصالاته في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه اقتصاديا، وهو تهاتف من باريس مع وزير المال السعودي محمد الجدعان تحضيرا لانعقاد اللجنة العليا السعودية اللبنانية، وتم التطرق إلى السبل الآيلة لدعم الاقتصاد اللبناني ومشاركة القطاع الخاص السعودي في المشاريع المدرجة ضمن مؤتمر السدر. يغادر رئيس الجمهورية ميشيل عون إذن بيروت اليوم لإلقاء كلمة لبنان الأربعاء المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبات شبه مؤكد أن وزير الصحة جميل جبق لن يتمكن من المشاركة في اجتماعات وزراء الصحة في نيويورك بعدما حجبت السلطات الأمريكية التأشيرة عنه. مصادر وزارية لفتت إلى أن اجتماع هيئة المتابعة الاستراتيجية المنبثقة عن مؤتمر السدر سيخصص لإطلاق الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ رزمة من المشاريع الإنمائية تبلغ تكلفتها حوالي $1.4 مليار تأمن تمويلها. وأكدت هذه المصادر للشرق الأوسط أن اجتماع الهيئة سيعقد في باريس في تشرين الثاني المقبل في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء فرنسيين وممثلين عن الدول والمؤسسات المالية المشاركة في مؤتمر السدر، مشددة على أن الحكومة ستبادر في خلال المهلة الزمنية الفاصلة عن انعقادها إلى توظيفها في الإسراع في إنجاز الإصلاحات المالية والإدارية وصولا إلى ترشيق القطاع العام وخفض تكلفته المالية، إضافة إلى إمكانية إقرار الموازنة للعام المقبل في موعدها الدستوري. ورأت المصادر الوزارية أن إطلاق الهيئة استراتيجية الإشارة لانطلاق التنفيذ يعني أن لبنان ليس متروكا لوحده في خضم التطاحن الإقليمي والدولي والوضع المتفجر في عدد من دول الجوار، وأشارت إلى أن من شروط الحفاظ على الرعاية الدولية التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس. وزير الصناعة وائل أبو فعور شدد على الحاجة إلى توفر عنصرين أساسيين لإنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي الصعب. المشاكل الاقتصادية والمالية معروفة، والحلول الناجعة الاقتصادية والمالية معروفة، يبقى أن تتوفر الإرادة السياسية لأجل إنجاح هذه الحلول. وإضافة إلى توفر الإرادة السياسية، يجب أن يتوفر عنصر النزاهة السياسية لدى كل القوى السياسية في التعامل بمنطق إصلاحي حقيقي. والمنطق الإصلاحي الحقيقي هو الذي يقبل الإصلاح سواء طال هذا المسؤول السياسي أم طال غيره.
حياتيا، كيف سيؤثر ارتفاع أسعار النفط عالميا على وضع الكهرباء في لبنان؟ مجدولين عيد. الانعكاسات السلبية للأزمات المتفلتة ترخي بثقلها على الشارع اللبناني، ولا سيما ارتفاع سعر برميل النفط عالميا الذي بدأت نتائجه بالظهور على صعيد الكهرباء. ارتفاع أسعار المازوت والبنزين والمشتقات النفطية تعني ارتفاع كلفة اشتراكات المولدات التي ستزداد بطبيعة الحال، وتعني أيضا تدنٍ في ساعات التغذية من خلال تخفيض موازنة الكهرباء والمبلغ المرصود، وبالتالي فإن المستهلك سيدفع ثمن هذا الارتفاع في كلتا الحالتين. الخبير الاقتصادي لويس حبيئة تحدث عن الأمر عبر إذاعتنا. بدأ تزيد كلفة إنتاج الكيلووات. هلا سعر التعريف للناس ما تتغير، هذه مثبتة. كهرباء كل ما أنتجت أكثر رح يصير تخسر أكثر، وبالتالي أنا بنتظر التقطيع، يعني التقطيع الكهرباء رح يكون أكبر واستعمال المطارات رح يكون أكثر. بالتالي أنا مع شوية تحريك للتعريف لحتى يضل الشيء منطقي، يعني على الأقل الخسارة ما تزيد، ولكن الخسارة ضل مثل ما هي. إذا بقيت أسعار النفط بدها تطلع بده يصير على مشكلة وقطاع كهرباء أكثر أكيد. وعن الحلول المقترحة قال حبيئة: أنا برأيي هلأ أنه يزيد إنتاج الكهرباء تبع الدولة، وبذات الوقت زيد التعريفة، بس هيدي بدها لمينيموم لنص 2020، لأنه مثل ما وعدنا الوزير بسير إذا الخطة مشيت 2020 بنصها بيكون عنا كهرباء 24/24. أنا مش ضد من هلأ لنص 2020 بيصير في زيادة للتعريفة بسيطة لحتى ما نزيد الخسارة ونزيد عجز الموازنة نرجع نفوت بالدورة السلبية تبع العجز والدين. من الوعود بكهرباء 24/24 المستمرة منذ سنين، إذا ما عطفناها على أزمة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والانخفاض المستمر بالتغذية، حال المواطن تبقى أشبه بالمثل الشعبي: على الوعد يا كمون. مجدلين عيد، صوت لبنان. أوقفت الشرطة اليونانية الصحفي اللبناني محمد صالح بتهمة المشاركة في عملية اختطاف طائرة العام 1985 وقتل مسافر أمريكي، وقد ناشدت عائلته المسؤولين اللبنانيين التحرك مؤكدة وجود تشابه في الأسماء. هذا وأعلنت وزارة الخارجية أن السفارة اللبنانية في أثينا تتابع موضوع صالح، ومن المقرر أن تتوجه القائمة بالأعمال بالوكالة في السفارة صباح اليوم إلى جزيرة سيروس للقاء صالح وتقديم المساعدة القنصلية له في ضوء القوانين الدولية المرعية الإجراء. وفي مسلسل عمليات الخطف يبقى مصير المواطن جوزيف حنوش مجهولا حتى الساعة. تقرير ليرانا ريشا. بعدما أقدم أهل وأقارب وأصدقاء المواطن جوزيف حنوش المخطوف في منطقة البقاع على قطع المسلك الغربي لأوتوستراد البترون جبيل وإشعال الدواليب رافعين اللافتات المطالبة بمعرفة مصيره والإفراج عنه، ما الجديد في ملف حنوش؟ وهل من جهة تحركت بعد تحرك عائلته؟ نانسي حنوش زوجة المخطوف جوزيف حنوش أكدت ثقتها بالدولة اللبنانية التي من مسؤوليتها إعادة حنوش إلى عائلته. انه نحن بس اللي كل اللي بدنا اياه يعني يرجع على بيته. صار في كم حدا عم بجرب يطمنا ويقلنا انه نحن رح نكون ايد بايد، هذا بعده كله حديث، بس انا اللي طمني اكثر انه حضرته اللي واقع بس ابراهيم اخذها كمهمه جديده لحضرته، ومثل ما فهمت انه باول الاسبوع المقبل رح يكون عم يتواصل معنا يقلنا وين صار بتحركاته. وانا كنت في حديث كثير واضحه انه بؤمن كثير بالدوله اللبنانيه انه هي الوحيده اللي قادره تجيبه، انا عندي ثقه كامله انه فيها تجيبه، بس ما كان عم يوصل صوتي. انا متكلي على الاخبار اللي وصولي، وانا كما وعدت انه الاسبوع المقبل خير وفرج، وإذا لا أنا بدي أروح على قصيد. فأني عم نبش على سيارة ولا عم نبش على شنطة، الموضوع ما بينترك بقى. فأنا لأنه في حياة إنسان أنا مستعد تحرك الشعب تحركته، بدي أروح على قصيد أكثر هو تحرك رح يدق بالإنسان. إذا عائلة وأصدقاء جوزيف حنوش بانتظار جواب حول مصيره في مطلع الأسبوع المقبل بحسب ما وعد به اللواء عباس إبراهيم، وإن لم يأتي الجواب ليشفي غليل الأهالي سيكون التصعيد خيارا أمام عائلة وأصدقاء المخطوف. رنا ريشا عيد، صوت لبنان.
وفي معلومات لصحيفة الشرق الأوسط أن الأجهزة الأمنية السورية داهمت فجر الجمعة القرى الحدودية مع لبنان في الداخل السوري بحثا عن حنوش، وتخللت عملية المداهمة اشتباكات مع الخاطفين الذين تمكنوا من الفرار ولم تسفر العملية عن تحرير حنوش. حملة كتائبية لتنظيف شاطئ إرميلي، التفاصيل مع رئيف الملاح. تحت شعار البحر صورة عنك، نظمت مصلحة البيئة في حزب الكتائب حملة لتنظيف شاطئ أرميلي بالتعاون مع معمل فرز بكلين في بكفية وعدد من الجمعيات المهتمة بالبيئة. وشارك في الحملة رئيسة مصلحة البيئة في حزب الكتائب جانين يونس ورؤساء أقاليم الحزب في أرميلي وأقليم الشوف وبعبدة وعلي وممثلون عن جمعيات بيئية وشبان وشابات وأهالي المنطقة. وقد ارتدى المشاركون في الحملة قمصانا زيرت بشعار حزب الكتائب ونبض الناس، كما رفعت أعلام حزب الكتائب والأعلام اللبنانية على طول الشاطئ. وبعد أن استمع المشاركون إلى شرح مفصل من مدير معمل بكلين بكفية إلي ماضي عن كيفية فرد النفايات، توزع المشاركون إلى مجموعات وانطلقت الحملة على طول شاطئ أرميلي. رئيسة مصلحة البيئة في حزب الكتائب جنين يونس تحدثت لصوت لبنان عن أهمية هذا النشاط لأهالي المنطقة ولكل المهتمين بالبيئة، وقالت: نحن النشاط منه محصور بس على حزب الكتائب، النشاط هو لكل شخص بيشاركنا قناعاتنا وبيشاركنا حبنا للبيئة. وحابين نقول كمان للناس أنه نحن مش بس حزب الكتائب هو حزب بنظر، هو حزب كمان بيطلع بحلول وبيساعد وطنه وبينظف شط وبيزرع شجرة وبيعمل كل هدول الأشياء. من جهتها عضو المكتب السياسي بحزب الكتائب المحامية ريتا بولوس قالت لإذاعتنا: نحن حبينا ضمن إطار أهدافنا هو أنه نحن عم نعمل نشاط تنظيف الشاطئ برميلي، وهذا الشاطئ المميز يلي بيعتبر من أجمل شواطئ لبنان من حيث الطبيعة الجمالية الموجودة فيه، شط رملي مميز. فكمان حبينا نحن بآخر الصيفيين نعمل هذا النشاط. أما مدير معمل بكلين إلي ماضي قال: جايين نعمل awareness session للمشاركين، بدنا نعلمهم كيفية الفرز ورح ننظم عملية الفرز الشط كله بأي طريقة بده ينعمل له تنظيف الشط. وجاءت آراء المشاركين في الحملة كالتالي: أول شيء بحب الكتائب، وثاني شيء لأنه لازم الشاطئ تبعنا يصير نظيف، لأنه الشط بيعبر عننا، لازم نحن نكون شطنا نظيف لحتى يعرفوا إنه نحن كمان نظاف. لا ننظف أول شيء الشط ونوعي العالم على تنظيف البيئة، يكون كل شيء نظيف يعني حتى نقدر نحن نعيش بصحة وبأمان يعني. من شاطئ إرميلي رئيف الملاح، صوت لبنان. قوات أمريكية لتعزيز دفاعات السعودية، بعد هذا الفاصل. هل صيفي مبسوطين؟ نصم السعر 50-50 من 132 وصلوا لل 66. لحظة، شو مفكر حالك خليفة بافاروتي؟ عيطولي لشاب الدعايات. مع كيبل فيجن وفر 50% هلا، ايه 50%، وبدل ال 132 دولار ادفع 66 دولار بس، واستفيد من تركيب فري ريسيفر واشتراك شهري ب او اس ان بين وكل شيء في محطات. لتعرف اكثر اتصل هلا على 01-594-533 او زورنا على cablevision.com.lb. العرض محدود. هل تقع المواجهة الشاملة في المنطقة أم يذهب أفرقاء النزاع إلى التسوية الكبرى؟ وأي تداعيات داخلياً للصراع القائم في الإقليم؟ الجواب في كواليس الأحد مع الكاتب الصحفي ساركيس نعوم، الأحد 9:30 صباحاً، إعداد وتقديم الدكتور شرب المارون، عبر صوت لبنان. اعتبر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الحزمة الأخيرة من عقوبات بلاده ضد إيران تأتي بهدف إجبار الجمهورية الإسلامية على دفع ثمن الهجوم على شركة أرامكو السعودية. أمريكيا أيضا وافق الرئيس دونالد ترامب على إرسال قوات أمريكية لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية. تزامنا أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هجوم أرامكو بعد انتهاء التحقيقات، وقال: نحن على اتصال مع حلفائنا لبحث الخطوات التالية.
الآن في تحقيق جاري من فريق خبراء من المملكة ومن الأمم المتحدة ومن بعض الدول الأخرى على أساس يقيمون الأوضاع ويتأكدوا من الحقائق. اللي أثبتته التحقيقات الأولية أن جميع الصواريخ وجميع الطائرات المسيرة إيرانية، ولذلك إيران تتحمل المسؤولية. الآن فريق التحقيق يقوم بمعرفة المكان الذي تم إطلاقها منه، والتشاور قائم والتنسيق بين المملكة العربية السعودية وحلفائها مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائها في المنطقة فيما يتعلق بالخيارات المتاحة والإجراءات التي بالإمكان اتخاذها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي دان الكلام السعودي بشأن مهاجمة المنشآت النفطية، واصفا إياه بأنه يفتقر لأي مصداقية. قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أكد بدوره أن بلاده ستستمر في إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك مجالها الجوي، معلنا أن إيران لم تكشف إلا عن جزء بسيط من قوتها وهي استخدمت القليل منها حتى الآن كما قال سلامي. وفي تعليق على العقوبات الأمريكية على البنك المركزي الإيراني، وصف وزير الخارجية محمد جواد ظريف الأمر بأنه مؤشر على حال اليأس الأمريكية ودليل على فشل محاولة واشنطن تركيع الشعب الإيراني. ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية